بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتور ياسر صادق، استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه بمعهد القلب القومي وجامعه حلوان. النهارده حابب اتكلم عن سؤال كتير قوي بنتساله من ناس كتيره جدا. انا ينفع اغير الصمام الاورطي عن طريق القسطره؟ الحقيقه الاجابه تعتمد على حاجات كتيره جدا. تعتمد سن حضرتك قد ايه، تعتمد ايه المشاكل اللي عندك اللي تمنع ان انت تعمل جراحه. كان من المعروف انه المرضى اللي هم ما ينفع لهمش جراحه بس هم اللي يقدروا يعملوا عمليه زرع الصمام الاورطي عن طريق القسطره، لكن الحقيقه دلوقتي بحلول عام 2019 ابتدى نعمل حالات اكتر لمرضى اكتر، وخصوصا المرضى اللي سنهم عدى ال 65 سنه.